سهل جدا، لان يونت 4 مكون من one lesson only. هو بيتكلم على structure and function of living organism. structure and function of living organism. طبعا كلنا عارفين الstructure يعني تركيب، والfunction يعني الوظيفة of living organism. طب الليفينج اورجانيزم دول احنا عندنا اساسا كنا عارفين ان في ليفينج اورجانيزمز وفي نون ليفينج ثينجز، صح؟ الليفينج اورجانيزمز دول زي ايه؟ البلانتس والانيمالز والهيومنز. اما النون ليفينج ثينجز دي اللي هي اي حاجه نون ليفينج، يعني زي الديسك والتشير والكلام ده. احنا دلوقتي هنتكلم على الليفينج اورجانيزم، وهنتكلم على حاجه واحده فيهم اللي هو البلانت. يعني مش هتكلم بقى على الستراكشر بتاع جسمي، لان السيستمز والكلام ده احنا خدناهم ودرسناهم. اما دلوقتي احنا عايزين نعرف بقى البلانت الستراكشر بتاعه ايه. تمام تمام يا ولاد. دلوقتي لو قلنا what is the structure of the plant، يعني عايز اعرف الستراكشر بتاع البلانت ايه، يعني تركيبه بيتكون من ايه النبات. يعني تخيلوا كده، البلانت يا ولاد بيتكون من two main parts، من جزئين رئيسيين. ايه هما بقى المين بارتس دي؟ بيتكون من الروت والشوت. الروت والشوت، الروت ده اللي هو بيبقى تحت السويل، والشوت الجزء اللي بيبقى فوق السويل. تمام، يبقى احنا عندنا روت، الروت والشوت، ده الجزئين اللي بيتكونوا منهم البلانت. طب نيجي نتكلم على الروت. الروت ده بيبقى عباره عن روت اللي هو جذور extend from it الروت هير، ماشي، بتبقى عبارة عن جذور وطالع منها زي شعيرات كده، اسمه روت هير. ده جزء الروت اللي تحت اللي هو الايه، بنيز السويل. بنيز السويل يعني اللي تحت التربة. اما الجزء اللي فوق التربة بيبقى اسمه الشوت، اللي هو عبارة عن الستم والليفز والفلاورز والفروتس يعني والبراعم والحاجات دي، اللي هي كل الحاجات اللي بتبقى فوق الايه، السويل. تمام تمام. all parts help the plant to make photosynthesis process، يعني كل الاجزاء دي بتساعد النبات انها تعمل ايه؟ photosynthesis process. طبعا احنا عارفين عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس دي احنا خدناها في برايمري 4، وكنا عارفين ان البلانت بيعملها to make its food، صح؟ عشان يكون غذائه. طيب احنا كنا عارفين ان البلانت بيفي materials absorbed، يعني بياخدها عشان يطلع لي materials produced، عشان يطلع material الحاجات اللي هو عشان يعمل الاكل بتاعه. طب انا عايز اعرف افتكر كده remember with me، الفوتوسينثيسيس بروسيس دي كانت بتعمل ايه؟ النبات البلانت يعني كان بيعملها ازاي؟ اولا كان بياخد الانرجي from the sunlight، بياخد الانرجي from the sunlight. تاني حاجه كان بياخد الكربون دايوكسيد from the air، يعني كان بياخد الكربون دايوكسيد اللي هو فوق اكسيد الكربون دايوكسيد، يعني بياخده منين؟ اللي هو ثاني اكسيد الكربون، يعني بياخده منين؟ from the air. تمام. وكان بياخد المينرالز والصوص والووتر from the ايه؟ from the soil. تمام يا ولاد؟ ماشي. طيب هو كان بياخد sunlight وكربون دايوكسيد والمينرال والصوص من ايه؟ من السويل. والsunlight عرفنا من السن، وكربون دايوكسيد من الاير، والمينرال والصوص من الايه؟ من السويل. تمام. عشان كان بيطلع لي ايه بقى؟ ايه الماتيريالز بروديوس؟ كان بيطلع لي الاكسجين and starch اللي هو البلانتس فود، الاكل بتاعه. تمام؟ هي دي عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي كان بيعملها البلانت to make its food، عشان يعمل أكله. تمام تمام يا ولد. يبقى احنا عرفنا ان all parts help the plant to make photosynthesis process، لان عرفنا ان في كل الأجزاء بتساعد النبات ان هو يعمل photosynthesis process. طيب انا عايز اعرف ازاي البلانت بيعمل عملية transmission للwater and mineral salts. ايه هي transmission؟ يعني الانتقال بتاع الwater، المية والmineral salts والأملاح اللي هو بياخدها من ايه؟ قلنا بياخدها من ايه في photosynthesis process؟ الwater والmineral salts بياخدها من السويل، صح؟ انا عايز اعرف طريقة الانتقال دي اسمها بقى ايه؟ stages of transmission of water and mineral salts. عايز اعرف بياخدها ازاي من ايه؟ تخيلوا معايا كده البلانت، عايزين نعرف بياخدها ازاي الووتر والمينرال سورس، بياخدهم ازاي من الايه؟ سويل، من التربة. عندنا two stages، يعني عندنا خطوتين. اول stage the first stage اللي هي الابسوربشن، اللي هي الايه؟ absorption. absorption يعني الامتصاص، بيمتص by root hairs from soil
ماشي تو روت سيستم. يبقى اول حاجه بيمتص اللي بيساعده بقى في الامتصاص الروت هير اللي انا قلت لك الشعيرات اللي طالعه زي ما احنا مش شايفين قدامنا، الشعيرات اللي طالعه من التربه هي اللي بتساعده في الايه، في امتصاص الابسوربشن للووتر والمينرال سولز. ده اول حاجه، دي فيرست ستيج. طيب السكند ستيج يا اولاد ايه؟ اللي هو ترانسميشن بقى، هو خلاص امتص. طب يعمل ايه؟ يعمل عمليه انتقال. هو دلوقتي امتص من الروت، امتصت من السويل، يعمل عمليه ترانسميشن يعني انتقال باي ستم بقى فروم روت تو اذر بارت بلانت بارت، يعني بينقل بقى الحاجه اللي هو امتصها من الروت من الجذر للاذر بلانت بارت لجميع اجزاء الايه؟ النبات. تمام يا ولاد معايا؟ خلاص اوكي ماشي يا ولاد. خلاص يبقى نيجي نتكلم بقى على ستيج نمبر 1 اللي هي الابسوربشن، اللي هي عمليه الامتصاص اللي احنا قلنا بيمتص من باي روت هير، واحنا عرفنا الروت هيرز دي اللي هي الشعيرات اللي موجوده فين؟ في الجذر تحت ماشي، وبينقلها للروت سيستم ماشي، للروت سيستم. وبعد كده بعد الابسوربشن بيحصل ايه؟ السكند ستيج اللي هي الترانسميشن. طيب احنا هناخد اول حاجه الستيج نمبر 1 اللي هي الابسوربشن زي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا. عايزين ندرس الاستراكشر اوف روت سيستم. لازم عشان اعرف الامتصاص هيحدث ازاي من الروت سيستم اللي تحت ده باي روت هير، لازم اعرف الاستراكشر بتاع الروت سيستم، يعني تركيب الروت سيستم ايه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده يا ولاد، الروت سيستم بيتكون، انتوا شايفين الهير اهي طالعه من الروت سيستم، والروت سيستم بيتكون اول حاجه من الابيديرمس لاير اهي، الجزء ده الابيديرمس لاير. ات از اكسترنال لاير يعني هي الطبقه الخارجيه دي اللي هي مطلعه الروت هير. يبقى الروت هير ده طالع منين؟ الشعيرات الجذريه دي طالعه منين؟ طالعه من طبقه اسمها الابيديرمس لاير. الابيديرمس لاير هي اللي بتطلع الروت هير. تمام. بعدها بنيس او افتر ذات او بنيس ات في حاجه اسمها الكورتكس لاير. الكورتكس لاير دي هي يعني البشره او اللي هي الكورتكس لاير، يعني ذا لاست رو اوف ات يعني اخر طبقه فيها اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها الاندوديرمس لاير. الاندوديرمس لاير هي اخر جزء في الكورتكس لاير، دي بتعمل عمليه ريجوليت تو باسنج اوف ووتر يعني تنظيم لمرور الميه. كل جزء بينظم كده عشان يبقى الدنيا منظمه تحت. يبقى احنا عرفنا الروت هير طالعه من الابيديرمس لاير اللي احنا شايفينها، والابيديرمس لاير دي هي الاكسترنال لاير ماشي تمام، وبيجي بعديها على طول الكورتكس لاير، اخر صف فيها اسمه ايه؟ اسمه الاندوديرمس لاير. الاندوديرمس لاير دي بتعمل ايه؟ بتعمل ريجوليت تو باسنج اوف ووتر يعني عمليه تنظيم لمرور الميه. تمام. وبعد الكورتكس لاير والابيديرمس طبعا في الزايلم. الزايلم ده اللي هو بيجي بعدها على طول. تمام. بيعمل ايه؟ ات فلوز ذا كورتكس لاير يعني هو اللي بيتبع على طول الكورتكس لاير. وبيعمل ايه؟ بيعمل عمليه رايزز للجوس تو ريتش ذا ستيم and other parts يعني بيعمل بقى خلاص احنا عندنا الووتر خدناه وجوزس خدناها الووتر مع السولتس وكده خدناها، هو بيعمل عملية انتقال للحاجات دي للايه؟ للستم والاذر بارتس بتاعت البلانت. تمام. طيب في حاجة بعدها اسمها البيس لاير. ايه البيس لاير دي؟ it is the last layer that follow the xylem layer ماشي. يبقى البيس لاير دي اخر لاير بعد الايه؟ الزايلم لاير. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاستراكشر اوف روت هير، عرفنا اول حاجه الايه يا ولاد؟ الابيديرمس اللي طالع منها روت هير، بعديها الكورتكس واخر صف فيها اسمه الاندوديرمس، وبعد كده عندنا الزايلم، وبعديها اخر لاست لاير اسمها الايه؟ البيس لاير. تمام. اخر صف اسمه البيس لاير. تمام. طب انا عايز اعرف الفانكشن اوف روت سيستم، يعني وظيفه الكلام ده ايه؟ وظيفه الروت سيستم ده ايه؟ في سؤال جيف ريزون يقول لك the root extends in the soil particles. ليه الروت اساسا بينزل تحت كده في السويل يعني موجود في السويل اساسا ليه؟ طبعا عشان يثبت البلانت صح؟ يعني من غير ما يكون في روت في السويل البلانت هيكون بره السويل، فمش هيبقى متثبت في الايه؟ في السويل، فمش هيعرف ياخد الووتر والمينرال سولز صح؟ يبقى الروت ده بيعمل عمليه اول حاجه fix the plant in the soil. تمام. طيب اما يجي يقول لك سؤال يقول لك
the root branches a large area of soil. give reason ليه root كده بتلاقيه متفرع في large area of soil ليه؟ عشان هو بيقعد يبحث يا ولاد، هو عامل كأنه باحث عن ال water and mineral resources. فهنيجي نجاوب على سؤال give reason ده نقول له ايه؟ to search of water and mineral resources، لأن هو لازم يقعد يتشعب كده في جزء كبير من ال soil ليه؟ عشان قاعد يبحث عن ال water and mineral resources عشان النبات يفضل عايش، لأن دي حاجات أساسية، واحنا قلنا هي خطوة أساسية في عملية ال photosynthesis process، إن احنا إن ال plant يبحث عن ال water and mineral resources from the soil. تمام. طيب يبقى اول حاجه هنقول to search of water and mineral resources، فعشان كده root branches a large area of soil، يعني بيتفرع جدا في السويل عشان يبحث عن الميه والمعادن. وتاني حاجه عشان بيعمل عمليه absorb الwater by root hair، صح؟ يعني بيمتص الووتر بالروت هير، وبعد ما بيمتصه بيعمل له ايه؟ ترانسميت تو اذر بارتس، اللي هو بقى في اللي هو بيوديه للزايلم وبعد كده للشوت سيستم وكده. يبقى طبعا الروت سيستم بيوصل للشوت سيستم، لان احنا قلنا في الاول خالص ان احنا عندنا تو بارتس اللي هو الروت والشوت. تمام. تمام. طيب عايزه انا كده عرفت الاستراكشر بتاع الايه؟ الروت سيستم. عايزه اعرف الاستراكشر بتاع الروت هير. احنا قلنا الروت هير دي موجوده فين؟ هي الاكستند اللي هي بتطلع من الايه؟ من الابيديرمس لاير، اللي موجوده فين؟ في الروت في الروت سيستم. تمام. طيب انا عايزه اعرف الاستراكشر بقى، الاستراكشر بقى بتاع الروت هير ده ايه. تمام. احنا عندنا اول حاجه هقول ان الروت هير دي موجوده فين؟ extend from epidermis layer، يعني هي بتطلع من الابيديرمس لاير. طيب هي lined بصوا بقى قدامنا كده في السلايد اللي قدامنا، شوفوا كده الروت هير موجود جواها ايه. ده منظر قدامنا اهو للروت هير، وعرفنا ان هي طالعه من الابيديرمس لاير زي ما احنا شايفين. طيب وهي lined with ايه يا ولاد؟ lined with a thin layer of cytoplasm، يعني جواها طبقه بسيطه من الايه؟ من السيتوبلازم. احنا عارفين ان السيتوبلازم ده خدناه في برايمري فور، هو فلاود موجود انسايد ذا ايه؟ ذا سيل. تمام. عرفنا هي lined with ايه. تاني حاجة يا ولاد زي ما احنا شايفين فيها big vacuole اللي احنا شايفينها دي. البيج vacuole دي يا ولاد لها حاجة مهمة جدا. البيج vacuole دي يا ولاد بيبقى الكونسنتريشن بتاع السولت عندها very high. الكونسنتريشن للسولت هنا very high. طب وهنا بيساعدني في ايه اما يكون هنا في concentration very high؟ طبعا يا ولاد احنا عارفين ان احنا عايزة الروت هير دي عايزة تعمل عملية absorption للwater from the soil. تمام. عشان يحصل عملية الابزوربشن ده الامتصاص ده لازم يكون في اختلاف في الكونسنتريشن في التركيز لبعض المواد. طبعا احنا عارفين ان السويل بيبقى فيها هاي كونسنتريشن اوف ووتر، والبلانت بيبقى فيها لو كونسنتريشن اوف ووتر، فطبعا احنا عندنا هينتقل الحاجه من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، يعني الميه هتنتقل من الحته اللي فيها تركيز عالي للحته اللي فيها تركيز ايه؟ منخفض. طب انا ليه هنا في النبات اساسا تركيز الووتر عندي او الكونسنتريشن اوف ووتر بيبقى قليل؟ لان احنا عندنا الساب باكيول دي الكونسنتريشن اوف سولت فيها هاي فيري هاي عالي جدا. فكل اللي اعرفه ان في اندايركت ريليشن، يعني علاقه عكسيه بين الكونسنتريشن اوف سولت والكونسنتريشن اوف ووتر. when the concentration of salt increase the concentration of water decrease. ماشي. يعني الحاجه يعني كل ما بتزيد الاملاح بيقل تركيز الايه؟ الميه. فعندنا في البيج فاكيول دي زي ما احنا شايفين قلنا concentration of salt very high، يبقى concentration of water very low. فعشان كده بتمتص الروت هير ده بيمتص الووتر فروم ذا سويل، وطبعا احنا عارفين السويل ده بقى هو الكونسنتريشن فيها اوف ووتر فيها عالي، فبيروح للكونسنتريشن اوف ووتر اللي هو الفيري لو اللي موجود فين؟ اللي موجود في الروت هير. تمام. بعمليه اسمها اوزموسيس. بعمليه اسمها ايه يا اولاد؟ اوزموسيس. هي عمليه ترانسميشن. يبقى يجي يقول لك ايه عمليه الاوزموسيس دي؟ هي عمليه transmission، يعني انتقال of water through area of high concentration of water. ايه الاريا بقى اللي فيها high concentration of water؟ هي soil to low concentration of water اللي هي الايه؟ الروت هير. يبقى احنا عرفنا ايه عملية الاوزموسيس. بتيجي على طول في الامتحانات يقول لك الاوزموسيس فيتشر. ايه هي العملية دي؟ تقول له
او يجي لك scientific term يقول لك it is a transmission of water through area of high concentration of water to low concentration of water. ايه high concentration of water؟ طبعا عرفنا ان هي soil. low concentration of water اللي هي root hair هي دي عملية الأوزموسيس. تمام؟ تمام. في بقى حاجة برضو خاصية للروت هير دي اسمها selective permeability. selective permeability يعني خاصية النفاذية. ماشي؟ دي موجودة فين؟ للممبرين بتاع الروت هير، دي خاصية نفاذية. طيب ليه بقى؟ to control passing of some types of salts out the cell by according to، يعني هو بيتحكم في عملية ان هو يعدي بعض السولتس اللي هو مش عايزها. ماشي؟ يبقى الروت هير ده عنده خاصية اسمها selective permeability. بتعمل ايه selective permeability دي؟ عملية ان هو يقدر يعدي السولتس اللي هو مش عايزها according to plant's need. ماشي؟ حسب احتياج النبات. يبقى عرفنا ان هو يقدر يعدي. يبقى selective permeability هي control passing of some types of salts outside the cell according to plant's need. يبقى اهم جزئيه في الحته دي اللي هي الاوزموزس، وعرفنا ايه هي عمليه الاوزموزس اللي هي الترانسميشن اوف ووتر من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، وعرفنا يعني ايه سيلكتيف برمابيلتي عشان لو جات لي برده ساينتفك تيرم نبقى عارفين هي كنترول باسنج اوف سام تايبس اوف سولتس اوت سايد ذا سيل اكوردنج تو بلانتس نيد. برافو عليكم. تمام، نيجي ده كله كان ستيج نمبر 1 اللي هي الابسوربشن. ستيج نمبر 2 اللي هي الترانسميشن. انا عملت خلاص عمليه ابسوربشن، امتصينا.